أحبتنا الأعزاء في محاضرتنا التاسعة والأخيرة في موضوع الطفيليات اللي نتناول بها موضوع الانتستينال نيماتودز اللي هي الديدان الخيطية. احنا إذا تتذكرون أخذنا الديدان أنواع البلاتي هيلمنثس المسطحة وأخذنا مثال عليها التينيا ساجيناتا وأخذنا التريماتود المثقبات الشستوسوما وهسه رح ناخذ النيماتود الخيطية أو تكون الأسطوانية رح ناخذ مثال عليها الإسكارس. الانتستينال نيماتودز ار اوفيباروس راوند وورم، اذا هي تعتبر الديدان المعويه بيوضه وتكون ديدان مدوره يعني مثل الاسطوانه living in the small and large intestine. They are transmit طبعا تعيش في القناه الهضميه المعويه الغليظه والامعاء الدقيقه. وتنتقل by ingestion of the infective larvae directly or in eggs or by larvae penetrating the skin. إذا تنتقل أو تحدث الإصابة نتيجة هضم الطور المعوي العفو المعدي اللي هو الطور اليرقي أو عن طريق هضم الإيج أو اختراق اللارفا الطور اليرقي عن طريق الجلد. إذا عملية الإصابة بهذا المرض اللي هو إسكارييسيس هو تناول البيضة أو اليرقة بالغذاء والماء الملوث أو عملية اختراق اللارفا إلى السكن. الديزيز نسميه إسكارييسيس، نضيف مقطع الاس اي اس. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن التوزيع الجغرافي وورد وايد في العالم، أنحاء العالم موجود هذا المرض. الترانسميشن طرق انتقاله transmitted by ingestion of egg which contain the infective larvae. إذن عملية هضم البيضة اللي تحتوي على الطور اليرقي in contaminated food or more often from contaminated hands أو عن طريق اليد الملوثة follow the handling of infected object نتيجة التعامل مع الأشياء الملوثة. الانفكتيف ستيج للاسكارييسيس هو فيرتيلايز ايج، هسه نلاحظ اكو نون فيرتيلايز العفو انفيرتيلايز وفيرتيلايز، يعني بيضه مخصبه وبيضه غير مخصبه. اذا لازم اني التهم او اتناول البيضه المخصبه اللي تحتوي على اللارفا. الفاينل هوست مان and no intermediate host. اذا المان هو الانسان، طبعا اكو خطا بالاملاء، المان وال ما لا يوجد intermediate host، لا يوجد مضيف وسطي لهذا المرض. ناتي الى صفات الاسكارز لمبريكويد سوورم، يعني الدوده البالغه اللي هي الاي طبعا مختصر اسكارز لمبريكويد سوورم. Freshly passed worm are pinkish in color. تكون الدودة البالغة وردية في لونها. They measure up to 35 centimeter long with male being shorter than female. ولاحظ بأنه الذكر يكون أقصر من الأنثى، هذا هو الميل هذا الفيميل، طبعا هي separated sex منفصلة الأجناس. الميل ار كيرفد تيل اند كوبيولاتري سبايكلز، يحتوي على شوكة الجماع وتكون ملتفة بالنسبة إلى الذكر. شلون أعرف هذا الذكر؟ نشوف هذه الجهة أو النهاية الخلفية للدودة تكون معقوفة، ها هي شوكة الجماع، بينما الأنثى لا تكون مستقيمة. There is a small mouth which is surrounded by three lips. تحتوي على الدودة بشكل عام فم صغير محاط ب 3 lips ثلاث شفاه. Development of larva كيفية تطور أو نمو اليرقة. In suitable environment في البيئة الملائمة ال egg become infected within 30 to 40 days. البيضة تصبح قادرة على إحداث الإصابة خلال 30 إلى 40 يوم. For their development they require shaded soil، على مود تنمو وتتطور تحتاج إلى تربة مظللة.
A temperature of 20 to 40 degrees centigrade بدرجة حرارة 20 إلى 40 and humidity of over 4%. نحتاج أيضا إلى رطوبة تقدر بحوالي 40% نسبة الرطوبة وتربة مظلل تربة يعني نقول عليها مظللة يعني بدون شمس ما تحتاج إلى حرارة عالية. The egg can remain infective in the soil for up to 1 year or longer. البيضة تبقى قادرة على إحداث الإصابة حتى لو بقت في التربة اللي ملائمة لمدة سنة أو أكثر. تحدث ممكن أن تحدث الإصابة. Clinical feature and pathology يعني الصفات السريرية والأمراضية لهذه الدودة. الإسكارز infection frequently cause digestive disorder. طبعا احنا ذكرنا انه موضوعنا هو الطفيليات المعوية، فأي طفيلي يدخل عن طريق الفم ممكن يسبب لي digestive disorder اضطرابات معوية. Abdominal pain ألم في البطن. Nausea, vomiting, غثيان, تقيؤ. The worm are large and in a heavy infections can cause intestinal and bile duct obstructions. الدودة هي تكون كبيرة أو طويلة حوالي مسطرة طولها قلنا 35 سنتيمتر، وفي الإصابات الكثيرة يعني واصل مرحلة من الإصابة ممكن تسبب لي انسداد في منطقة المعدة. Especially in children خصوصا بالأطفال، يعني احنا الطفل احيانا هذه الأعراض تكون عامة، الفوميتينج، النويزية، ألم في البطن، وإذا به مثلا لعدة أشهر يعاني من هاي الأعراض، وإذا به عند إصابة بالإسكارييسز. طبعا هاي الإسكارس نموها هي دودة طويلة. They can also cause liver abscess and appendicitis. ممكن أن تسبب لي تقرحات الكبد وكذلك التهاب الزائدة الدودية. طبعا لاحظ هذه هي الديدان اللي كانت تستقر في الأمعاء لأحد الأطفال ومسببت له انسداد بالأمعاء، فيضطرون إلى إجراء عملية يفتحون الأمعاء ويطلعون هذه اللي تكون موجودة تستقر في الأمعاء وتسبب الانسداد وبالتالي التسمم والوفاة. During the heart lungs migration, the larva in lungs can cause respiratory disorder resembling pneumonia. طبعا احنا عندما تبتلع البيوض تخرج منها اليرقات قلنا. هذه اليرقات وين تعيش؟ راح تعيش في الامعاء وتمشي مع الدم. هذه اليرقة تصل الى الرئتين. وبعدين تهاجر الى الجهاز التنفسي وتصير عملية عودة مرة اخرى تبتلعها الى الامعاء وتنمو بالامعاء وتستقر. يعني اذا اللارفا ممكن توصل الى الرئتين وتوصل الى القلب، فاحيانا الشخص المصاب احيانا اثناء عملية يعني يصير عنده اختناق بالرئتين، اثناء عملية السعال نلاحظ خروج الديدان من الفم بالإضافة إلى المخرج. ليش؟ لأنه أثناء عملية هجرة اللارفا اليرقة تصل إلى الرئتين تهاجر إلى الجهاز التنفسي وبالتالي تبتلع مرة أخرى إلى عن طريق الأمعاء وتنمو هناك وتستقر. نأتي إلى اللابريتوري دايجنوسيس التشخيص المختبري بما أنها هي انتستينال نيماتود ديدان خيطية معوية، إذا احنا راح نضطر إلى أنه نكشف عنها عن طريق أخذ عينة الخروج للتحري عن الإيج البيضة. The laboratory diagnosis of ascariasis is by finding the eggs or worm in the stool specimen and occasionally the larva in sputum. إذا أحيانا نجد البيضة أو نتحرى عن وجود البيضة أو الدودة تخرج يعني دودة كاملة بالستول بعينة الستول، وأحيانا اللارفا نتحرى بالسبيوتم القشع نتحرى عن اللارفا. Usually fertilized egg are passed in the stool. أحيانا البيضة الـ نقول عليها المخصبة تخرج عن طريق الستول، but occasionally infertilized egg are passed.
pass when the worm present in the intestinal are mostly female. وطبعا هنا دائما الديدان الموجودة في الأمعاء تكون هي الأنثى، تمر خلال الأمعاء الدقيقة. رح نعرف شنو الفيرتيلايز والانفيرتيلايز ايج. صفات الفيرتيلايز ايج: ذيس ايج ار اوفال اور راوند، تكون بيضاوية ومدورة، اند ميجر اباوت 60 الى 40 مايكرومتر. ذا امبريو از انكلوزد ان ا ثيك شيل، موجود الجنين بما انه مخصبة، اذا اكو جنين محاط بثيك شيل، غشاء سميك، which is surrounded a yellow brown layer of albumin. بالإضافة إلى هذا thick shield، محاطة بطبقة من الألبومين تكون صفراء إلى غامقة اللون. بينما الـ infertilized egg these are more elongated، تكون متطاولة، قياسها أكبر 90 إلى 45 مايكرومتر. thin shield، تكون محاطة بغشاء رقيق، and filled with a granular mass، يعني تحتوي بداخلها على كتلة حبيبية. they are أو they have a coarse covering of albumin and appear brown to dark brown in color، وتكون غامقة إلى سوداء اللون. الصورة طلاب هي مو موجودة عندكم، بس لمجرد الاطلاع هنا نلاحظ الفرق بين الفيرتيلايزد ايج والانفيرتيلايزد ايج، البيضة المخصبة والبيضة غير المخصبة. طبعا البيضة المخصبة هي من اسمها تمتاز بأنه تحتوي على الامبريونيك جنين، وتحاط بهذه الطبقة من الألبومين عفوا، بينما الانفيرتيلايز تحاط بداخل هالعفو موجود جرانيولار ماس، كتلة حبيبية وما تحتوي على الجنين. دورة حياة الاسكارس لامبريكويدز، طبعا التفاصيل لهذه الدورة موجودة هنا بالخطوات، يعني هسه هنا يقول لي adult worm number one، نأتي إلى number one، هذه هي الدودة البالغة اللي تتمثل، احنا قلنا مفصولة الأجناس ذكر واحد والأنثى واحد، وذكرنا بأنه الذكر يكون أقصر من الأنثى ويحتوي على الشوكة الجماع، بينما الأنثى تكون أطول وتكون وردية اللون لأن تحمل البيوض أكثر. طبعا الادلت worm live in the lumen of the small intestine، موجودة أو تعيش في القناة المعوية. الفيميل may produce approximately 200,000 egg per day، يعني الأنثى تضع حوالي 200,000 بيضة في اليوم الواحد، which are passed with the feces، تمر أو تخرج عن طريق الخروج. الانفيرتيلايزد ايج may be ingested but are not infected، أيضا الانفيرتيلايزد ايج ممكن أنه يبتلعها الإنسان لكن ما ممكن أن تحدث إلى الإصابة. نأتي إلى هذه بالنسبة للانفيرتيلايز. الفيرتيلايزد ايج embryonated، يعني تحتوي على الجنين، البيضة المخصبة الحاوية على الجنين، and become infected، وتصبح مصاب أو تصبح أو قادرة على إحداث الإصابة، هذه البيضة المخصبة الحاوية على الجنين، بعد 18 day to several weeks، بعد 18 day إلى عدة أسابيع. هذه احنا دي نحكي على number 2، وين number 2؟ number 2 هذا هو دي يحكي على الفيرتيلايز والانفيرتيلايز، الفيرتيلايز ايج والانفيرتيلايز ايج، يعني هي الدودة البالغة تضع لنا النوعين من البيوض. طبعا الانفيرتيلايز قلنا بدون الامبريونيك، يعني بدون الجنين، وتكون ما تحدث الإصابة، بينما الفيرتيلايز ايج هي القادرة على إحداث الإصابة، طبعا تتحول إلى مخصبة خلال 18 day.
نمبر 3 نأتي إلى نمبر 3 depending on the environmental condition اعتمادا على الظروف البيئية اللي هي optimum المثلى الموست الحرارة الشيدد أويل طبعا هي راح تتحول إلى بيضة مخصبة تحتوي على الجنين بتوفر هاي الثلاث عوامل اللي هي الرطوبة الحرارة والتربة المظللة after Infective egg are swallowed. بعد عملية هضم البيضة المخصبة عن طريق الإنسان نأتي إلى هنا صار عملية البلع طبعا هذه البيضة المخصبة بعد أن تتم عملية البلع اللي هي نمبر 4 نجي إلى هنا نمبر 4 The larva hatch راح تفقس number 5 وين تفقس بمجرد انه دخولها الى جسم الانسان راح تفقس هنا اليرقة تتحول الى يرقة invade the intestinal mucosa راح تهاجم الغشاء المعوي and are carried by the portal than systemic circulation to the lungs راح تفقس وتبدي تنتقل عن طريق الدم إلى ترجع إلى الرئتين. The larva mature further in the lungs راح تستقر برقم 6 بالرئتين تهاجر قلنا مرة أخرى إلى الرئة بعد 10 إلى 14 يوم penetrate the alveolar wall راح تخترق الجدران الحويصلات ascend the bronchial tree to the throat وبالتالي تنتقل إلى الشجيرات القصبية وتصعد إلى البلعوم and are وتبتلع مرة أخرى يعني تروح إلى الرئتين بعد ذلك تروح إلى تصير عملية penetration اختراق للجدار الحويصلات وتصعد إلى البرونكايل وإلى البلعوم مرة أخرى وترجع مرة أخرى إلى المعدة وتبتلع Number 7 Upon reaching the small intestine بعد وصولها إلى الأمعاء they develop into adult worm راح تتحول إلى شنو؟ راح تتحول إلى دودة بالغة وين بالأمعاء Number 8 between 2 إلى 3 months بعد شهرين إلى 3 أشهر are required from ingestion of the infective egg to oviposition by adult female بعد شهرين إلى 3 أشهر نحتاج من عملية الهضم بعد أن نهضم البيضة تبدي تضع البيوض من قبل الدودة البالغة وadult worm can live 1 إلى 2 year وممكن أن تبقى الدودة البالغة سنة إلى سنتين إذن نعيد مرة أخرى اللايف سايكل الأجناس منفصلة بمجرد أنه يتناول طبعا تضع الديدان البيوض وبمجرد أنه قد لها قابلية أنه خفيفة هذه البيوض وممكن أن تطاير على الأعشاب على الغذاء على أي أوبجكتس ممكن يتلوث الأشياء فيتناولها الإنسان بالإيد بالأشياء الملوثة يلتهم البيضة المخصبة هذه البيضة المخصبة تتخصب بظروف معينة قلنا تحتاج إلى warm تحتاج إلى shaded soil تحتاج إلى moist رطوبة humidity وتبدي طبعا هذا الجنين ينمو إلى طور يرقي وبمجرد أنه تبتلع من قبل الإنسان راح تتحول إلى اللارفة هذه اللارفة تذهب إلى الرئتين ومن ثم إلى الحويصلات وإلى القصبات وترجع إلى البلعوم ويعاد بلعها مرة أخرى عن طريق الأمعاء وتتحول إلى الأدلت بالأمعاء وتبدأ بوضع البيوض وتخرج البيوض مع الخروج وممكن أن تتكرر الإصابة بهذه الطريقة